أهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع من قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة المنصورة، وانطلاق أعمال مؤتمر القوى الناعمة وتأثيرها على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار أمهات محاربات. نحن الآن بمعرض يقام على هامش المؤتمر لمجموعة من الأمهات المحاربات وذوي الهمم، كل منهم يعرض مشغولاته اليدوية وأعماله الفنية، ويقام على هامش المؤتمر. بنرحب بحضرتك. نجوى محمود جدة الطفلة سهيلة مصطفى، جايباها عشان كمان هي عندها إعاقة التوحد، فعشان خاطر أشغل وقتها الوقت فراغ بتاعها لعدم كلامها يعني، فجبت لها صلصال ورسم، بتقعد ترسم تضيع وقتها ومجهودها. أيوة، وهي قاعدة قدامها هي وبترسم بنفسها كمان يعني، عشان دليل على إن هي بترسم بنفسها، بتطلع الطاقة اللي هي بتطلعها فيها هي. والحمد لله يعني احنا لغاية كده بس. حضرتك ازاي بتشوفي أهمية مؤتمر زي ده انه يقام في التوقيت ده؟ هو بالنسبة للحاجات اللي زي ديت يعني، انا شفت ان هي فيها نجاح اكتر، ان هي يعني بتدي فرصة لكل واحد انه يقدر يعمل انتاج يعني، مش احنا مثلا نقول ان هو طفل معاق ما يقدرش يشتغل، لا يقدر يشتغل وينتج كمان ويصرف على نفسه. فالحمد لله. تسلمي يا حضرتك. حبيبتي ممكن نتعرف بيكي؟ سهيلة ومصطفى. سهيلة ما تتكلمش. برافو يا سهيلة، برافو. نتعرف بيكي. انا اسمي هاجر. بنعمل منتجات فلاحي في البيت بجودة عالية، ومنتجاتنا ما شاء الله زي ما انت شايفة كده. أهمية المؤتمر ليكي ايه هذا؟ ان احنا بنعرض منتجاتنا ويعني بنتعرف على الناس، والناس بتشوف منتجاتنا وبطلبوها بقى مننا. قولي لي كده على الحاجات اللي انت بتقدميها النهاردة. قرص وقرائش عجوة وقرائش سادة وجبنة مش وفطير وسمنة بلدي وعيش فلاحي. بنقدم المنتجات بتاعتنا، منتجات فلاحي، حاجة معمولة بيتي في الفرن القش، بحاجات فلاحي يعني، مش مستعمل فيها حاجة زيوت أو حاجات خارجية يعني. حضرتك ازاي بتشوفي أهمية مؤتمر زي ده في توقيت زي ده، وايه الدور اللي بيقدمه ليكم وبيقدموا ليه موهبتكم؟ يعني بتحس ان هو بيقدم لكم فايدة؟ هي الفايدة اللي طالعين منها ان هو بيعرفنا بناس جديدة وناس تانية بتعرفنا يعني، احنا الحمد لله شغالين اونلاين ومعانا ناس كتير يعني ما شاء الله، بس احنا بنعرف ناس اكتر يعني الحمد لله. انا احمد حسن فتاح من محافظة الدقهلية مركز المنصورة مدينة بني عبيد. انا عندي موهبة الرسم، برسم بالفحم والرصاص وبالملح والديجيتال، وبعمل شغل بورتريهات واونلاين، وحلمي ان يكون ليا معرض وشغل يكبر يعني. بتشوف ازاي مؤتمر زي ده بيقدم لكم اهميه، بيهتم بمشغولاتكم باعمالكم بمواهبكم، يعني خطوه زي دي ازاي بتبقى مهمه بالنسبه لكم؟ ده اكيد خطوه مهمه يعني، وبالذات المؤتمرات الكبيره بالشكل ديت اللي واقفها الناس الكبار ورجال الدوله يعني، بفرح يعني بننزل يعني على المواقع وكده، وبتبقى حاجه كويسه يعني وبدايات حلوه. احكي لي كده، موهبه الرسم عندك بدات من امتى؟ بدات وانا عندي 7 سنين، وكنت برسم شغل الكرتون والحاجات ديت اي زي اي طفل بيرسم، ومنيت موهبتي واحده، وانا في معهد الديكور بدرس في معهد الديكور جامعه المنصوره. مين اللي شجعك على ان انت تهتم بموهبتك وتقدمها بشكل افضل وتنمي منها؟ والله اختي الكبيره برضو بترسم، بس بترسم يعني ضعيف، بس انا علمتني وكده وبقت تجيب لي ادوات، وانا نميت موهبتي مع نفسي وانا نميتها لي برضو، ما اتطورت من نفسي. احكي لي كده، انت بترسم نوع معين من يعني
من فن الرسم والالوان اللي بتستخدمها ايه، ولا متخصص في كل حاجه تخص الرسم؟ انا متخصص في كل حاجه بس متميز في حاجه واحده، الرسم. الرسم بالملح. الرسم بالملح. بالملح، ملح الطعام. لكن مش موجود هنا يعني، لان مش بيثبت، برسمه وبتهدي يعني بعد ما ارسم. الدكتوره شريهان الليسي، رئيس قسم الاحتياجات الخاصه بكليه الاداب جامعه المنصوره. النهارده المؤتمر بتاع القوى الناعمه ومحاربات امهات من ذوي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه، هو كل هدفه ان احنا نحط ايدينا على الصعوبات والمشكلات اللي بتقابل الطلاب وبتقابل الاطفال وبتقابل ذوي الهمم بصفه عامه. عايزين نحط ايدينا او نحط سبوت عليها، ومن هنا نبدا النقطه بتاعتنا، لان احنا نبدا المشكله ونبدا في الحلول بتاعتها كلها. وبعدين اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم اهتمام صاعد واعد جدا بيهم، لانهم هم فعلا مثل اعلى يحتذى به فعلا في المجتمع. وانا من خلال تعاملي معاهم في كليه الاداب شايفه ان هم فعلا زي ما دكتور اشرف عبد الباسط قال ودكتور عبد اللطيف قال، ان هم ذوي احتياجات خاصه زي ما كلنا لنا احتياجات، هم برضو لهم احتياجات، فكلنا لنا احتياجات خاصة. ففعلا انا شايفة ان فيهم عباقرة عباقرة عباقرة، ولازم اللي احنا نحط ايدينا عليهم ولازم يخرجوا لسوق العمل. من هنا بدأت النقطة الفعلية للمؤتمر اللي احنا لازم نتحدث عنها، ولازم نقول ان فعلا هذه الفئة هي فئة طبيعية سوية زي بقية الفئات العمرية بالضبط وباقي الفئات في المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا في البداية انا اسمي بلال حسام محمد محي الدين شحاتة. شرف لي ان انا بعمل لقاء مع حضراتكم اليوم السابع، طبعا شرف كبير لي. انا دلوقتي داخل رابعة اداب المنصورة عربي ان شاء الله، والحمد لله من الاوائل، وكنت الحمد لله اول محافظة في الابتدائية والاعدادية والثانوية، كمان كنت من اوائل الجمهورية في الثانوية وتحديد المركز الثاني الحمد لله. وبالنسبة لتكريم النهاردة، فأحب أقول أنه التكريم ده كمؤتمر أمهات محاربات، مش مقصود به الأم بشخصها وأن كان لها الدور طبعا، بس مقصود به كأسرة يعني. هو حاجة كويسة جدا جدا حضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وباقي الممثلين عن الوزارات المختلفة. تكريم بصراحة أسعدنا جدا النهاردة، وحضور جميل جدا، شعور طيب جدا. التكريم النهارده حاجه تفرح، واتمنى انه يكون في يعني يكون في تكريم الحاجات دي والمؤتمرات دي تتكرر على طول. واخر رساله احب اوجهها، انه رساله لكل اب وام يعني عندهم حد ذو اعاقه، فأحب أقولك إنه لازم تدور ربنا خد إيه من الشخص ده، من الطفل ده، وإدى إيه، خد إيه معروفة، لازم تقدر تبحث إدى إيه، إيه الحاجة البديلة، إيه الحاجة البديلة اللي ربنا إداها له. فما ينفعش يأس، والبروتوكولات من ضمن الحاجات اللي هتناقش في المؤتمر ده، آخر حاجة هقولها، إنه بروتوكول نظرة المجتمع للمعاق الحقيقة، إلى إضافة لبروتوكولات التوعية اللي بتتم لتوعية المجتمع بالنظرة الصحيحة للمعاق. الطفل أو الشخص، مش الطفل بقى، الشخص ذات نفسه عليه دور وعليه عامل. أنت الناس بتنظر لك نظرة دونية، تقدر تحولها أو ما تقدرش، دي حاجة ترجع لك، أو تقدر أو ما تقدرش، دي حاجة ترجع لك أنت كشخص، مدى بقى القدرة اللي عندك أو مدى العزيمة. وحتة إن احنا نعرف انت عندك ايه، او انت ربنا اداك ايه، دي حاجة مهمة جدا لازم الاهالي يدوروا عليها في الاطفال المعاقين، لان الحقيقة في ناس كتير بيبقوا نوابغ، بس للأسف ما بيقدروش يطلعوا الامكانيات اللي جواهم بسبب عدم اهتمام اهاليهم، وللأسف بقول كده. وعندي نماذج كتير بس للأسف مش هينفع ان انا احكيها. طبعا شرف لي ان انا اعمل معاكم حوار جريدة اليوم السابع، شرف كبير ليا، والسلام عليكم ورحمة الله.